السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم كيفية تشكيل طوق مئزر أو قميص. alors en français c'est le col d'une chemise ou le col d'un tablier. donc بالنسبة لهذه الفكرة تقدروا تحتاجوها مثلا كي ديروا كيك ديزاين لفكرة طبيب أو ممرض، أو ديروا كيك ديزاين لفكرة قميص، يعني ديروا قميص يعني لازم ديروا له الطوق ديالو. والطوق تاع المئزر ولا القميص لازم تخدموه من قبل، تخلوه ينشف ومن بعد باش تحطوه مباشرة فوق الكيك ديزاين ديالكم باش يكون حاكم روحو وما يطيح لكمش. انا اليوم جبت لكم فكرة جد بسيطة باش تخدموه. لان الحاجة الاولى راح نحتاج بون، راح نستعمل هنا عجينة بيضاء، اذا كل واحدة دير اللون اللي تحب. انا استعملت هاد العجينة بلو بيت، هي ماركة تركية. وانا جبت لكم فكرة بسيطة، اذا هنا ناخذ ان غوبلي، غوبلي مصنوع من الورق. هنا قطعته، اذا شوفوا كيفاش قطعته. اذا قطعته بالمقص هنا ومن بعد زدت قطعته هنا كامل، اذا تحصلت على هذا الشكل. فوالا تحصلت على هذا الشكل. هذا راح نستعمله كحامل، كوم ان سوبور، يعني كحامل للطوق تاعي كي نخدمه. فوالا هنا راح نبدا نخدم الطوق ديالي. اذا قبل ما نخدم راح نقيس، اذا هذا شحال فيه. اذا هنا عندي 18 سنتيمتر وعندي العرض 2.5. اذا راح ندير شكل راح يكون فيه يعني اكثر من 18 سنتيمتر، لان واحد العشرين واثنين ونصف، اذا نضربوها في اثنين لانه راح نجوزو عليه ونزيد نخرج شوية، يعني راح ندير العرض تاعو واحد 7 سنتيمتر. هنا اذا راح نستعين بسكر غلاس، راح نفتح الشكل ديالي ودوك تبعوا معايا تشوفوا كيفاش. اذا هنا العجينة ديروا لها تيلوز اللي هو هذا، او لابودغ سي ام سي، دي فوا تلقاوها لابودغ سي ام سي. اذا بالنسبة للكمية، في كل 250 غرام تاع عجينة سكر ديروا ملعقة صغيرة معمرة تاع تيلوز، وتعجنوا العجينة تاعكم بليتو مليح ومن بعد تستعملوها عادي. فوالا انا نحاول كيفاش نسجل الشكل ديالي هنا. فوالا هكذا دايما نعاون روحي سيكرو غلاس هكذا، من بعد نحسب. اذا قلنا 18، انا راح نزيد دوي دمي دوي دمي، انا راح ندير واحد العشرين هكذا، ندير واحد العشرين. وشنو ما راحش نديرو قبالة، اذا منا راح نقطعو هكذا نتبعو مليح، ومنا راح نتبعو نقطعو هكذا، ومن بعد راح نقطع الشكل هكذا، ومن بعد نزيد نقطعو هكذا. فوالا اذا شبه منحرف. راح نفرش هذا هكذا. فوالا اذا نحاول نجبد لداخل هنا باش يتغطى لي كامل السطح. حاول نغطي سطح الورقة جيدا. فوالا اذا نسيو هنايا بالعقل تجبدوه. هنا هكذا، ومن بعد تجبدوه للامام هكذا. نتحاولوا كيفاش تغطوا السطح منا هكذا كاع. من بعد سقمو، سقمو هنا لداخل، سقموه مليح. هنا هنا رانا خدمنا الطوق ديالنا. شفتوا طريقه بزاف بسيطه. راح نجيب لكم طبسي اسود باش يبان لكم مليح.
انا هكذا شي بالكم مليح نشوفو. اذا هادو لا مخرجين منا، هادو هما اللي من التحت ديروا لهم الغيره وتلصقوهم فوق الكيك ديزاين ديالكم. فوالا اذا تخلوها كينشف فوالا، تخلوه حتى يبس تماما، ومن بعد تقلبوه وتجبدوا فقط الورقه هذه، تجبدوها من التحت، وهنا يكون عندكم شكل تاع طوق. فوالا، وهنا كيما تحبوا، تحبوه مفتوح بزاف اذا خلوه هكا، تحبوا تزيروه زيروه يعني من قبل باش كينشف ينشف مزير. فوالا اذا هذا هو الشكل تاع اليوم. نتمنى الشكل تاع اليوم يكون عجبكم. الى اللقاء في وصفات وديكورات واحد اخرين ان شاء الله.